الأزهر. الله 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 أكبر. أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها أنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي يا ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكلمنا المرة السابقة على شرائط جواز المسح على الخف، وتكلمنا أيضا عن المبطلات للخف، ونتكلم هذه المرة عن التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء. شرائط التيمم أي شرائط جواز التيمم، فالتيمم رخصة والغسل عزيمة، وهذه العزيمة لا تترك للرخصة إلا بفقد العزيمة كما قلنا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى لا يجوز التيمم إلا هو الرخصة إلا عند فقد العزيمة، وهي فقد الماء. وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله، وإعواده بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خلطه جس أو رمل لم يجز. جعل من ضمن الشرائط التراب الطاهر. طيب، قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. العذر، وجود العذر، فأي الفقد الشرعي أو الحقيقي للماء، ده معنى وجود العذر بسفر، يبقى الفقد الحقيقي للماء خلاص، يبقى العذر الحقيقي الحسي، العذر الحسي بفقد الماء فعلا حقيقة خلاص. بسفر، ان الغالب في السفر فقد الماء، ولذلك العبرة مش بالسفر هنا، العبرة انه بغلبة وجود الماء او بغلبة فقد الماء. فلو انه مقيم في مدينة لكن المدينة دي يندر فيها الماء، يبقى هنا يجوز التيمم. ولو انه مسافر ولكن طول ما هو مسافر واجد ماء، يبقى يحرم عليه التيمم. يبقى العبرة بغلبة وجود الماء او ندرة وجود الماء، الا انه في السفر يندر وجود الماء فأقام السفر مقام المكان الذي يندر فيه وجود الماء. أو عذر شرعي وهو المرض، عذر حسي وهو الفقد الماء حقيقة، وعذر شرعي وهو وجود الماء إلا أنه منع من استخدام الماء بالترخص إما ندبا أو وجوبا. يعني لو قال إيه، لو طبيب قال له لا تستخدم الماء لأنك سيزداد مرضك، أو يبطأ برؤك، أو يظهر لك عيب فاحش في عضو ظاهر، يعني يبتدي جسمه يسود في المكان الذي يأتي عليه بالماء، طبيب قال له كده، عند ذلك يجوز له أن يتيمم، ويجوز له أن يتوضأ أو يغتسل، لكن الأفضل له ألا يغتسل، إنه يتيمم لا يغتسل ولا يتوضأ وإنما يتيمم. لكن لو في حالات يجب عليه أن يتيمم ويحرم عليه الغسل والوضوء. إذا قال له الطبيب إذا اغتسلت هلكت، أو إذا اغتسلت تلف عضو من أعضائك، أو إذا توضأت هلكت أو تلف عضو من أعضائك، وجب عليه التيمم وحرم عليه الغسل والوضوء في هذه الحالة، لأنه في مهلكة وهو مأمور بحفظ نفسه وجوبا. فعند ذلك يكون هذه الرخصة اسمها رخصة مجازية، لا تكون رخصة حقيقية في حالة إذا كان يؤدي إلى تلف عضو أو هلاك أو ما إلى ذلك. إذن وجوز العذر بسفر، وده إيه هو عذر
عدم وجود الماء حسا أو مرض وهو عذر شرعي. حسا أو شرعا، فقد الماء حسا أو شرعا. حسا بعدم وجود الماء بالفعل حقيقة، وشرعا بوجود الماء مع حرمة استخدامه أو جواز تيممه مع وجود الماء. الشرط الثاني دخول وقت الصلاة، إن عند السادة الشافعية الوضوء طهارة ضعيفة فلا يصار إليها إلا بشرائط منها دخول وقت الصلاة، فلو تيمم قبل دخول الوقت بطل تيمم، ويكتفى في دخول الوقت بقول المؤذن الله أكبر، فعند الألف دية دخل الوقت يجوز أن يتيمم. ماشي. وطلب الماء، أن يطلب الماء فلا يجد، ها، فلم تجد ماء يسبق ذلك طلب الماء والبحث عنه، ده الشرط الثالث طلب الماء. والشرط الرابع فلا يجده فيتيمم، وتعذر استعماله إن هو إما يعذر عليه يعصر أو يتعذر عليه استعمال الماء للمرض، أو أنه وإعواده بعد الطلب، يعني أنه محتاج لذلك الماء في سقي نفسه أو حيوان محترم، فلو أنه يحتاج إلى الماء ليشرب هو يبقى يتيمم مع وجود الماء، لأن هذا الماء يحتاجه لشربه. طب لو الماء يكفي لشربه ويسقي حيوان محترم، فهل الحيوان المحترم ده لا يسقي ويتوضأ، ولا يسقي الحيوان المحترم ويتيمم؟ لا، يسقي الحيوان المحترم ويتيمم، ويعتبر الماء هنا إذا احتاجه لسقي الحيوان المحترم من دابة، ناقة، حمار أعزكم الله، أو أي دابة، ولو كلب غير عقور فيبقى محترم، يبقى يسقي ويتيمم، يسقي الكلب الغير عقور ويتيمم، لأن الكلب عقور كالعدم فيجب عليه ألا يسقيه، عقور يعني يؤذي الناس ويعتدي عليه. وإعواده أي احتياجه للماء بعد أن طلبه ووجده، لكن وجد الماء غير كافي لأن يشربه ويتوضأ منه، فعند ذلك يجزئه أن يتيمم مع وجود الماء الذي لا يكفي إلا لشربه وحاجته أو شرب حيوان محترم كما قلنا. والتراب الطاهر له غبار، وأن يكون فيه تراب طاهر له غبار، غبار يعني ما يلتصق باليد من التراب، فإن خلطه جس أو رمل لم يجز. لو كان الغالب على التراب ده الجس، ها، اللي هو الجير، الجس هو الجير الأبيض هذا، أو رمل لم يجز، إلا لو كان رملا مختلطا بتراب، فعند ذلك يجوز التيمم طالما أنه هيحط يده فيطلع رمل وتراب، فإذا من السنن يفعل كده فيسقط الرمل ويبقى التراب فيتيمم به. أما الرمل المحض ده يجوز، الرمل المحض ده يجوز التيمم به. كأن رمل محض إزاي؟ إن السماء أمطرت في مكان فيه رمل، فيبقى ما فيش على الرمل ده على سطحه تراب الآن، خلاص، فعند ذلك التيمم هيبقى بالتراب محض هنا فلا يجوز. وفرائضه أي التيمم أربعة أشياء: النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. أركان التيمم أربعة: النية عند قصد التراب أو قبل رفع يده بعد ضرب اليد على التراب، يعني لو هو ضرب ولم يكن هناك نية ورفع يده وكذا، هذا التراب لا يجزئ في المسح، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا ترابا طاهرا، تيمموا اقصدوا صعيدا ترابا طيبا طاهرا، ده تفسير الآية يعني، فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا بقلبكم، القصد إيه؟ هو نية القلب، ترابا طاهرا، فلازم تكون النية موجودة عند قصد التراب، عند قبل أن تحمل التراب تكون النية موجودة، نية التيمم.
وتستمر إلى مسح جزء من الوجه. مسح جزء مجرد ما تلتقي اليد مع الوجه لازم تكون النية موجودة، يبقى موجودة عند الضرب وموجودة عند بداية المسح للوجه، ماشي؟ فدي النية. والثاني شيء مسح الوجه، إنه هو يمسح الوجه كالوضوء تماما زي ما يكون بيتوضأ، فيمسح جميع الوجه باستطاعته، يعني يخلع طبعا النظارة وما على وجه من الأشياء ويمسح كذا حتى يمسح أرنبة الأنف الجزء الجواني ده، يمسحه كذا، يمسح الوجه مسحا كاملا كأنه يغسل وجهه بالماء خلاص، ويمسح أرنبة الأنف. فيبقى إيه مسح الوجه ده الركن الثاني، وهي مسحة واحدة. ومسح واليدين، أي ومسح اليدين مع المرفقين، ولها صورة قال عنها العلماء. طبعا يخلع الضربة الأولى لو كان لابس خاتم يتركه مش مشكلة، لكن في الضربة الثانية وهو يمسح اليدين لو كان يلبس خاتما أو المرأة تلبس حليا عليها أن تخلع ذلك الحلي، وعند ذلك الضربة الأولى يمسح الوجه، الضربة الثانية يضع أطراف الأصابع على خلف أطراف الأصابع اليمنى ويمر يده هكذا مع تقويس اليد بشكل كأنه يمسح نصف الذراع الخارجي، وبعدين يدير كفه ويمسح ببطن الكف بطن الذراع إلى ها هنا، وبعدين يفعل ذلك باليد الأخرى، فبأطراف الأصابع يمسح ظهر اليد اليسرى ويدير يده على المرفق، ثم يمسح ببطن الكف ظهر اليد اليسرى، ظهر اليد باطن اليد اليسرى، ثم يلقي الكفين مع بعض ويخلل الأصابع، فيكون قد تم تيممه، وهو مرة واحدة للوجه ومرة واحدة لليدين. يبقى الضربة يمسح وجهه وأرنبة الأنف ما عدا وجود حائل طبعا، ضربة ثانية ولا يكون حائل على يديه من ساعة أو أسورة أو خاتم، ويمسح هكذا ثم يدير يده ويمسح بباطن الكف ويفعل هكذا ويمسح هكذا ويدير يده ويمسح باطن الذراع، وبعدين يمسح الكفين ويخلل، تكون تم التيمم هكذا مرة ومرة. والركن الرابع الترتيب، أي على ما سبق من إيه بوجود النية مع بداية نقل التراب ومسح الوجه أولا، ويقدم على مسح اليدين إلى المرفقين، ويكون آخر الأركان الترتيب على ما سبق. قال وسننه، أي سنن التيمم، ونقرأ سنن التيمم المرة القادمة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، كرم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.